أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به.
صدق الله.